انا اللي بطلب من المسؤولين ابسط الامور، ما يخليش واحد من اهل القريه يمسك في المزاجات. اهل القريه المفروض يبعد عن البلد، يشوفوا واحد من راجل بعيد، راجل يكون على جل خالص يبعد عن البلد. لما تصير من البلد يروح يشرب شيشه ويروح يروح البيت ويشوف العيال. الاطفال اشلاء، الاطفال اشلاء. وبناشد الرئيس مصر وبقول له كل الناس المسؤوله ديات المفروض تتحاسب واحد واحد، مش عشان خمسه ماتوا في غزه يرمح وراهم ويبعتوا وزير الوزراء. النهارده 50 طفل من ابناء الوطن، 70 طفل من ابناء الوطن، اطفال ابرياء حافظين كتاب الله. النهارده يجي كلهم ميتين، اباهم وامهاتهم كلهم متقطع، اقل بيت فيه ثلاثه، واللي مات عنده خمسه، واللي مات عنده اثنين، وكل قريه واحده صغير. حسبي الله ونعم الوكيل. انا كنت قاعد في السنين وعشرة سنين، وكان في قطر جاي وكلهم مقفولين.